أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيثم حو أبو مات وحوات وولاد جبر عليكم قادر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم جبر حلف الحلقات انتهى قريب عنا مسائل ناي دعوات وناي ثور ثلاثة دبان بوتا معنا. وإن شاء الله يوم مجالاتنا يا دعوات دبان قلنا تهاجيتو حلقة الله مجالاتنا يا دعوات دعوات كفوت تهيب ودي أيا كانت تهيب ومدو تهيب وميت الأدوات لنا يا لبلنا بعدها كفودي بعد دام بعد إحدى دعوات وكفى دام تكبتا وكفى أنا أختير اللي يجيب إن شاء الله قلنا انتهى قيده. فبيدنا تحلقة الحلقات إن شاء الله دعوات دي برب العالمين ورب العالمين نتهيب نتنسح نتقرأ نتدرس يعني حاجات اللي ممكن أبولها التموم صروا بيننا خطابة قبي ورا خطيب قبي دي بجمعة من قبي دي مجتمع دي بحضور قدام الله ورا ربي فساحتها هاي بقبي كخطابة قدم وخطيب قبي وما يعني محاضرات قبي كمان عند كتبه وعند أسنى ومادة عند جهازة اللي قدم لحد الله بشكل محاضرات اللي قبي أو دي مقالات قبي بيننا كمان لتكتب لتنشر دي بصحف من قبي دي بجرايد من قبي دي بكتب من قبي دي بمطويات نعيش دي بانترنت كمان وده مواقع هلا كانت هلا دي بلو تكتب هلا تغريدات دي بكرا اللي فيسبوك من قبي وتويتر ودي بكرا يوتوبات مقاطع نعيش بصوت من قبي وكتابة من قبي صر بصوت بكرين ليت عند تهاجا مثلا احنا موديان لنا وترو يعني عند كاتبة اللي كل مجالات كمان دعوات لتتنشر بو ودعوات دي بقدام لتنطر بو أقبويتو. ومن ضمن الأشياء برضو موضوع أنا ناشر هلا يعني تأليف كتب رب لها سادي ورب لها وفقه من علماء العبيد أنا شور لها هلا وكم سليه كمان لكل مجالات من مجالات دعوات مجال بعد هلا مجال مهم جدا وضروري دعوات لغلا رسالح والمفروض هنا الدعوات ناس تستمروا الدعوات ناس تخلوا المجال اللي واللي مجال اللي مجال لا مجالسه مجالس للمجالس المجالس الخاصة يعني سروا دي بحجية قبي وسروا دي بقى كان أود دي بقى كان موت قبي دي بقى عزا قبي دي بقى كان حكاية قبي دي بقى كان سميات قبي دي بقى كان مناسبة قدام مدوح وحاولة حابر وحاولة تقسي ومجلس دولة عقل لها قبي والهجر ويعني متنوع قبي ودي مجالات يعني متعددة قبي دي أكثر من موضوع قبي يعني لا تفلالة عن أشياء دي بتقبي عن حاجات واحد دي بيت هجيني لقدام وأحيانا أغلب وقتنا دي بيجيك ودي بسحاب ودي بتعليق ودي بجال ودي بقلي ودي بأخبار ودي بتريه وإلا الحلف لكن ورهمنا دعوات بقب من قبي وهمنا يسلح بقب من قبي ومنكر قلي وحاجات ليتنا في التم التمع والتم حبر لا أسمع من قبي وترو مين حاجات هلا أشياء سنة قلت تنشر وقلت هلا إلا سنة البل قلق اللي نشر لحد قدام من لالة دي بقول وقت اللي كمان قلت حابر قدر لسنة لا قلت نشر خبر جديد هلا من قبي وكذا وكسؤال إن أنت ممكن لا تطرح أو سؤال إن أنت للسأل أو بيلبل ومن السؤال اللي قدام لبكره يعني الدعوات انت كمان دي محابر ناي فرح من قبي وناي كره يعني مره بتحتاج تقبل ابو قدام قيل ملل منه وكمان تقيله تقي تقبل مره برضه سوق قيل وثقون قدام سرو يمكن يتقبلاني بالحت من قبي وكذا لكن قبيس النيل قبي ناي يعني مثال كما عدنا للولا قبي سلالة عمو هقية بمثل يعني كما انتلو بسؤال من مطيب دي بقصي من هلو يو لا تمثل إنسان عاد هلا لا سان عاد لا كود قبل مثلكم لا يعني ك
كوني دي مثلكم من نسأل من مثلكم أنا لا الله سامحك شيخ فلان إلا بيلدي با ومين عالم فلان إلا بيلدي با إلا مسألة إلا كوات بيا كم من قبي كسأل كم من قبي دي بالله وقت اللي يعني بتحامل الاستفيدو يمكن لا سنة لا لما تعطون لي على دي بلبوم لي على قد أمل لي سامعوا با لي سألوا منا أو ما هينا رامنتم لخجل العلو وأول مرة لا سامع با تم حبري لسأل ولا ما حبرها وتعقلها ومجلسها وقفها وقدامها وجلسها كما الأنبي من هي ومن قيل وقال يدهن اللي يعني اعتبار دبولة وكان فرح من قبل كما قال بينا وكان كرم من قبل بينا لكن إنسان لدعوات لقل على حد وإنسان لسنيت على حد وقل له محبر خير قل لعمامو وصلاتنا النبي صلى الله عليه وسلم قل لعمامو واستغفار قل لعمامو قل لحدرو وذكر قل لقبو ولا ما قدام قل أحد يعني دعاء اللي ده وقال انا فر لسؤال لا 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 او لسؤال تعرف دي بقى قدام يوك انا هلا ندب لا قدام مسرحيه نقاش من قبي لهيك من لي يمكن احيانا منا محاضرات ومنا خطابات ومنا اللي ممكن كمان بسؤال لما تسعد تتقرب وتدعم وهتكاب تتفهم يعني دد شو مثلا شروط ناي سالا بيننا من قبل شروط سالا ندمبل وبشروط ناي سالا انبتنا مين الشروط ناي سالا بيننا من قبل يعني القدام كله بعته بعد ترتيبه كم شروط سالا اركان سالا كم تو اللي ندمبل بلا قناتنا من قبل يعني لو مثلا ده بيننا من قبل شروط ناي سالا كم تا مبل ورق انا 7 تلبل ورق 6 تلبل ورق 5 تلبل ورق 8 تلبل ورق 9 بيعنا لبل طيب ان دحت حتى ان كل لا سع لان من قبل اول سابع وتن طبعا سعته لا شروط الصلاه سعته لا سعده سرو يعني ممكن بترتيبه وبتفسير يا اسر حد بترتيبه حتى كده ده بيان ده على بقى اللي اي يقدر لكن الامر حارق ميتا حدث ميتو حدث اصغر ميتو نجاسه ميتا لوقت ميتو دخول لوقت ميتو ستر العوره ميتا إزالة نجاسة هليت من قبل هو ميتة استقبال قبلة ميتة النية ميتة إلا كلنا نأمر رأي قبلتي عوية قبلتي توجهها كم من قبل نية تلي وقت من قبل عورت سترة ميت قبل بدو حاجات هلا وباو هي هنا كمان داقم قدام تسؤال نقيس دليل لمتي ولا آيات لمتي ولا حديث لمتي وبعد علم أن كمان كان رب الله فاتح له كزيادة تم حبر اللي ودي إلا منا على أبوي ومنا لا تحريت ولا سنيت أريقة دعوة لتبات تحبه ودامنا الأستفيد منه وسبق خبراتكم سألوا دولة البيلة وعلماء لنا بودي با قبيتا بالله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قبل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.